جاء من حرف الألف نبدأ وننتهي بالياء معاذ والأصدقاء وأحرف الهجاء من حرف الألف نبدأ وننتهي بالياء في رحلة جميلة يجمعنا اللقاء في رحلة جميلة يجمعنا اللقاء في رحلة جميلة يجمعنا اللقاء يجمعنا اللقاء. ما هذا؟ ماذا حدث لتلك اللعبة؟ لا ما الذي يحدث يا أمي؟ ساعدني في السيطرة على تلك اللعبة. حاضر يا أمي. تعال أيها الخروف، سأمسك بك. هل أنت متأكدة أن هذه لعبة يا أمي؟ عزيزتي، ما الذي يحدث؟ عزيزي، لقد فقدنا السيطرة على تلك اللعبة، إنها تتحرك من تلقاء نفسها. سأتصدى لها. أوقفوا يا أبي. ما الذي جرى لتلك اللعبة؟ جمانة. ما هذا الحرف يا أولاد؟ حرف الخاء. وكيف عرفتم؟ لأن حرف الخاء شرطة عائلة ونصف دائرة على رأسها نقطة. جيد، وما الذي يجيء في خيالكم الآن مرتبط بحرف الخاء؟ أنا أتخيل الآن خروف. أنا أتخيل الآن صاروخاً يطير في الجو. وأنا أتخيل كوخاً جميلاً. وأنا أتخيل خبزاً لذيذاً. أحسنتم جميعاً. وأنا أتخيل خياماً في الصحراء. والآن لاحظوا معي، خروف، خبز، خيام، ماذا تلاحظون يا أولاد؟ خروف، حرف الخاء في بداية كلمة. خبز، حرف الخاء في بداية كلمة. خيام، حرف الخاء في بداية كلمة. أنتم رائعون جداً. والآن رددوا خلفي هذه الأنشودة: خاء خبز رزق الله، أنا آكله بسم الله. الخبز يا أولاد نعمة من الله، فعلينا أن نحافظ عليها ولا نهدرها. من الذي رزقنا بالخبز؟ الله سبحانه وتعالى. وعندما نأكل يا أحبابي، نأكل باليد اليمنى ونقول بسم الله: خاء خبز رزق الله، أنا آكله بسم الله. والآن أروني كيف كتبتم حرف الخاء. أحسنتم. تفضل بالدخول. حرف الخاء. نعم يا أصدقاء، فأنا حرف الخاء، وكلكم يعرفوني في أحرف الهجاء. نعم يا أصدقاء، فأنا حرف الخاء، وكلكم يعرفوني في أحرف الهجاء. ولكن يا رفاقي، لي عندكم رجاء أن ترسموني الآن في هذه الأثناء. هذا هو الرجاء. شرطة عريضة ونصف دائرة على رأسها نقطة نراها ظاهرة. شكرا يا أصدقاء. معاذ والأصدقاء وأحرف الهجاء من حرف الألف نبدأ وننتهي بالياء. معاذ والأصدقاء وأحرف الهجاء من حرف الألف نبدأ وننتهي بالياء في رحلة جميلة يجمعنا اللقاء في رحلة جميلة يجمعنا اللقاء في رحلة جميلة يجمعنا اللقاء. Thank you.